لو ما شفتش الجزء اللي فات من حكاية لوفي فروح اتفرج عليه دلوقتي عشان تقدر تفهم بقية الحكاية. في الجزء اللي فات من حكاية لوفي شفنا كلمات غولد روجر اللي ادت الى بداية عصر القراصنة، وشفنا كمان لوفي وتعرفنا عليه وتعرفنا على حلمه في انه يكون ملك القراصنة وانه يلاقي كنز الون بيس، وشفنا قتال لوفي ضد القائد مرغر وانضمام زورو الى طاقم لوفي، وشفنا كمان قتال لوفي وزورو ضد الكورسان باجا انضمام بنت اسمها نامي الى الطاقم بتاع لوفي كاحد الملاحين، كمان شفنا القتال اللي حصل بين طاقم قبعه القش وحصل بين قراصنة كلهادور، شفنا في النهاية انضمام شخص اسمه اسوب الى طاقم لوفي واستعدادهم وانطلاقهم ناحيه الجراند لاين المكان الذي يوجد فيه الكنز الون بيس. ويا ترى ايه اللي هيحصل؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بعد انطلاق لوفي مع اعضاء الطاقم اللي جمعهم بيفضلوا ماشيين في البحر طريق طويل جدا لحد ما بيلاقوا قدامهم سفينه كبيره لاحد قوات المارينز اللي بيحاولوا ان يهدف قذيفه على السفينه بتاعتهم بعد ما عرف انهم قراصنه، ولكن لوفي بيتصدر القذيفه بقدرته المطاطيه وبيحدفها في اتجاه تاني، ولكن القذيفه بتقع على احد السفن واللي بيتضح انها احد المطاعم الكبيره في البحر، وبيروح لوفي عشان يعتذر من صاحب المطعم ولكن بيتم القبض عليه من الطباخين وبيودوه الطباخين لمدير المطعم الشيف زيف، وبيعتذر لوفي لزيف بسبب اللي عملته القذيفه ولكن زيف ما بيقبلش اعتذاره بيقول له ان هو لازم يدفع فلوس ويصلح حق الحاجات اللي هو كسرها، ولكن لوفي بيقول له ان هو مش معاه فلوس فبيتضايق زيف وبيقول له ان هو هيشتغل عنده لمده سنه لحد ما يسدد حق الحاجات اللي كسرها، وبيتضايق لوفي وبيرفض ان هو يشتغل لمده سنه لانه وراه حاجات كتير يعملها، ولكن زيف بيمسك لوفي وبيفضلوا يتخانقوا هما الاثنين وبينتهي الخناقه ما بينهم ان لوفي هيشتغل لمده سنه عند زيف عشان يسدد ثمن الحاجات اللي كسرها، وبيبدا لوفي ان يشتغل في المطعم، واثناء ما هو بيشتغل بيشوف ان في احد الاشخاص اسمه جين دخل للمطعم واللي بيتضح ان هو كرسان وكان عايز ياكل ببلاش، ولكن طباخين المطعم ضربوه وطردوه بره المطعم وقالوا له ان هم ما بيقدموش اكل ببلاش، ولكن بيخرج احد الطباخين واللي اسمه سانج وبيدي اكل لجين ببلاش، وبيكون لوفي شايف كل حاجه وبيعجب بسانج لان هو ادى اكل ببلاش لجين، وبيقرر لوفي انه يضم سانج للطاقم بتاعه عشان يبقى الطباخ بتاع السفينه، وبتمر 3 ايام ولوفي قاعد في المطعم عشان يحاول انه يقنع سانج انه ينضم للطاقم بتاعه ولكن سانج كان بيرفض، وبعدها بيجي جين مره ثانيه ومعاه الكورسان بتاعه الكابتن كريج، وبيحاول جين وكريج انهم يطلبوا اكل ببلاش من المطعم ولكن بيتم طردهم من الطباخين كالعاده، فبيخرج سانج وبيدي اكل لكريج وجين عشان ياكلوا، واول ما بياكل الكرسان كريج وبيرجع للقوه بتاعته بيضرب سانج ضربه قويه جدا وبيقول الكرسان كريج ان هو قرر ان هو يستولى على السفينه اللي عليها المطعم لان هو محتاج السفينه ديت هو والطاقم بتاعه عشان يرجعوا للجراند لاين بعد ما تم طردهم اخر مره، وفي نفس الوقت بتوقع نامي الشخصين اللي كانوا واقفين على سفينه لوفي وبتاخد السفينه وبتهرب، فبيروح لوفي عشان يعرف ايه اللي حصل فبيقول له الشخصين دوت ان نامي اخذت السفينه والكنز بتاعهم وكل حاجه بتاعتهم وهربت، فبيضايق لوفي جدا وبيقرر ان هو يلحق بنامي عشان يعرف هي ليه اخدت السفينه ومشيت ويرجع السفينه بتاعته، وبيطلب لوفي من زورو واسوب انهم ياخدوا القارب الصغير ويلحقوا بنامي ان هو هيجي وراهم بعد ما يخلص الديون اللي عليهم في المطعم ويضم سانج للطاقم بتاعه، وبيوافق زورو واسوب وبيستعدوا عشان يمشوا، ولكن في الوقت ده بيظهر ميهوك احد الامراء السبعه في البحر واللي يعتبر كمان اعظم مبارز سيف في العالم كله، واول ما بيشوف زورو ميهوك بيقول ان هو دوت اللي كان بيدور عليه، وبيقرر زورو انه يخش في مبارزه في السيف قدام ميهوك يمكن يهزمه ويبقى احسن مبارز في العالم، وبيروح زورو لميهوك وبيطلب منه ان هو يدخل معاه في مبارزه، وبيوافق ميهوك بعد ما بيشوف الاصرار بتاع زورو، وبيفضل ميهوك يتبارز مع زورو بالطريقه العاديه وبيقدر انه يهزمه بكل سهوله، وبيقع زورو في البحر بعد ما تمت هزيمته واصابته باصابه خطيره، فبيحاول لوفي انه يهاجم ميهوك ولكن ميهوك بيقول للوفي ان زورو لسه عايش وان هو ما رضاش يقتله لان هو اعجب جدا بمهاراته وان هو مستني ان يقابل زورو مره ثانيه ولكن بعد ما يطور مهاراته، وبيمشي بعد كده ميهوك وبيتحرك زورو واسوب عشان يروح ورا نامي، وبيقعد لوفي عشان يقنع سانج انه ينضم للطاقم بتاعه، وبيروح لوفي لقائد الطباخين زيف وبيطلب منه ان هو يعفى عن الديون بتاعته وان هو هيساعدهم في انهم يهزموا الكرسان كريج اللي عايز يستولى على السفينه، وبيوافق زيف وبيعفى عن الديون بتاعت لوفي كلها، وبيدخل لوفي القتال ضد الكرسان كريج والطاقم بتاعه، وفي بدايه المعركه بيقدر لوفي انه يوقع اعضاء كتير من الطاقم بتاع كريج، وبيكون سانجي هو كمان بيساعد لوفي وبيدافع عن المطعم وبيوقع اعضاء من الطاقم هو كمان، وبيكون لوفي عمال يضرب الكرسانه بتاعت كريج وعلى وشك انه يضع الطاقم بتاعه كله، فبيتضايق كريج وبيطلق احد القذائف المسممه، وبيبدا السم بتاع القذيفه انه ينتشر في المكان ويقضي على كل الاشخاص، ولكن لوفي بياخد كلاعين من اتباع قراصنة كريج وبيديهم لسانجي وجين، وبيفضل لوفي بعد كده انه يدور على قناع لنفسه ولكن ما بيلاقيش اي اقنعه، وبيبص وراه فبيلاقي ان في قناع فبياخد القناع وبيلبسه من غير ما يفكر هو القناع ده بتاع مين، وبعد ما بيروح الغاز السام وبيقلع لوفي القناع بيبص حواليه فبيلاقي ان القناع اللي اخده دوت هو بتاع جين وان جين حدفه له واديهوله كرد المعروف لسانجي لان هو اكله مكان جعان، فبيتضايق لوفي جدا لان كريج اتعامل مع احد اعضاء الطاقم بتاعه بوحشيه وقتله، وبيجري لوفي ناحيه كريج عشان يضربه ولكن كريج حوط نفسه بعبئه من الشوك، ولكن لوفي بيقدر انه يختار
بيخترق العباءه وبيضرب كريج ضربه قويه جدا، وبدا لوفي انه يدخل في قتال مع كريج، وبدا كريج انه يحذف اسلحه كتير على لوفي، ولكن لوفي كان بيتخطى كل الاسلحه وبيضرب كريج ضربات قويه، وبيستخدم كريج المطرقه المتفجره وبيبدا انه يهاجم بيها لوفي عشان يقضي عليه، ولكن لوفي كان في كل ضربه بياخدها بيقوم مره ثانيه وبيبدا انه يهاجم كريج، ولكن ما كانش في حاجه بتاثر في كريج بسبب الدرع القوي اللي هو لابسه، وبيفضل لوفي انه يهاجم كريج لحد ما بيقدر انه يتخطى الضربه بتاعه المطرقه المتفجره ويضرب كريج في الدرع بتاعه ويكسره له، وبيقع كريج، واثناء ما هو بيقع بيهتف احد الشباك الحديديه على لوفي عشان يغرقه في البحر، ولكن لوفي بيقدر انه يحرر ايديه ورجليه من الشبكه ويمسك كريج وبيضربه ضربه قويه ويوقعه على السفينه بتاعه الطباخين، وبيقدر لوفي فعلا انه يهزم كريج ويقضي عليه، وبيغمى بعد كده على لوفي وبيقع في البحر بسبب الاصابات اللي اتصابها، ولكن سانجي بينزل ورا البحر وبيطلعه قبل ما يغرق، وبعدها بايام بيفوق لوفي من الاغماء اللي هو فيه وبيجي سانجي عشان يطمن عليه، وبيفضل لوفي يتكلم مع سانجي وبيعرف لوفي ان سانجي حلمه انه يروح للجراند لاين عشان يشوف اعظم بحر في التاريخ، فبيطلب لوفي من سانجي انه ينضم للطاقم بتاعه، فبيوافق سانجي بغرض ان هو يحقق حلمه وانه يشوف اعظم بحر في التاريخ، وبيركبوا هما الاثنين القارب عشان يروحوا ورا اسوبو زورو ويعرفوا هي نامي اخذت السفينه بتاعتهم ليه، وفي نفس الوقت بيكون اسوبو زورو وصلوا الجزيره اللي راحت عليها نامي، واللي بيتضح انها محتله من القرصان اراجون واللي يعتبر مخلوق برمائي، واول ما بيشوف اسوبو زورو الكائنات البرمائيه بيخاف اسوب جدا، ولكن زورو بيكون عايز ان هو يهاجمهم، ولكن اسوب بيمسك زورو وبيربطه لان هو لسه متصاب ومش هينفع انه يهاجم شخص تاني، ولكن الكائنات البرمائيه بتشوفهم وبتروح للسفينه بتاعتهم عشان تهاجمهم، فبيخاف اسوب جدا وبيسيب زورو مربوط في السفينه وبيهرب، وبيتم القبض على زورو وبياخدوه القرصان اراجون، وبيتصدم زورو هناك ما بيلاقي ان نامي بتساعد القرصان اراجون، وبتقول نامي زورو انها خدعتهم وانها عضو في الطاقم بتاع القرصان اراجون، وبيحاول زورو يرمي نفسه للبحر عشان يختبر اسكانات اللي بتقوله نامي حقيقه ولا كذب، ولكن اول ما بيقع زورو بتنزل نامي للبحر وبتنقذه، ولكن بعدها بتضربه عشان توري القرصان اراجون انها لسه مقدمه له الولاء، وبيحبس القرصان اراجون زورو، وبعدها بيروح للقريه اللي موجوده على الجزيره وبيبدا انه يجمع ضرائب من الناس غصب عنهم، وبيحاول العمده انه يعترض وما يدفعش الضرائب، ولكن القرصان اراجون بيمسكه وبيكون هيقتله، فبيتدخل اسوبو بيضرب القرصان اراجون باحد الاسلحه بتاعته، وبعد كده بيطلع يجري، ومن الناحيه الثانيه بنشوف ان نامي حراره زورو من الحبس اللي كان فيه قبل ما يرجع القرصان اراجون، وبيخرج زورو من الزنزانه وبيروح عشان يدور على اسوبو، ولكن بيتفاجئ بوصول سانجي ولوفي للجزيره، بيجي كمان اسوبو اللي بيتضح ان هو قدر انه يهرب من الكائنات البرمائيه، وبيقول لوفي على كل اللي حصل معاه، وبتيجي نامي في الوقت دوت وبتطلب من لوفي ان هو يمشي من الجزيره وان هي بتشتغل لصالح القرصان اراجون وانها خدعتهم واخدت السفينه بتاعتهم وكمان اخدت الكنز بتاعهم، ولكن لوفي ما بيصدقش اي كلمه من اللي قالتها نامي وبيقرر ان هو مش هيمشي من الجزيره، وبتتعصب نامي وبتمشي لان لوفي ما رضاش يمشي من الجزيره وكده القرصان اراجون هيقتله، وبعد ما بتمشي نامي بتظهر بنت غريبه واللي بيتضح انها اخت نامي واسمها نينجاكو، اللي بتطلب من لوفي والطاقم بتاعه ان هو يمشي من الجزيره، وبتبدا تحكي لهم هي ليه نامي بتساعد القرصان اراجون، وبتقول انهم كانوا عايشين هي ونامي مع بنت اسمها بيريبيري بالتمني، انهم فضلوا عايشين مع بعض لفتره كبيره سعداء، وان نامي كان عندها موهبه وهي الرسم، وانها دايما كانت بتحب ترسم الخرايط وكان نفسها انها تلف العالم كله، فضلوا عايشين لحد ما جه القرصان اراجون واحتل الجزيره كلها، قال ان هو هيخلي كل الاشخاص عايشين في الجزيره بمقابل ان يدفع كل واحد منهم 50 مليون بيري، وان وقتها بيريبيرد اللي ربتهم ما كانش معاه غير 100 مليون بيري بس، فقررت انها تدفع ال 100 مليون ليها هي واختها نامي، قتل وقتها القرصان ارجون بيريبيري اللي ربتهم قدامهم واخد نامي لان هو اكتشف انها عندها موهبه في رسم الخرايط، قرر ان هو يشغلها معاه عشان ترسم له الخرايط بتاعه البحار، ولكن وقتها نامي عملت معاه اتفاق انها تفضل شغاله معاه لحد ما تجمع 100 مليون بيري وتديهم له وتشتري منه الجزيره كلها، وان من وقتها نامي عماله تجمع ال 100 مليون بيري عشان تشتري الجزيره وتحرر الناس اللي فيها، وانها فضلها حاجات بسيطه على المبلغ وخلاص هتجمعه، وانهم ما يحاولوش انهم يعملوا اي حاجه غبيه هتخلي كل اللي نامي عملته طول السنين دوت يضيع، وبيكون لوفي بعد ما سمع كل لقيته نينجيكو مهتمش بكلامها وتوجه نهايه القريه، واثناء ما لوفي ماشي بيشوف قوات من قوات البحريه برتبه المارينز اللي جايين للبيت بتاع نامي، بيطلبوا منها انها تسلم كل الاموال اللي اخذتها من القراصنه لانها اموال غير شرعيه، وبتحاول نامي انها تمنعهم عشان ما ياخدوش الاموال، ولكن قوات المارينز بياخدوا الاموال بتاعت نامي اللي جمعتها على مدار السنين، بيتضح ان اللي بلغ قوات المارينز على نامي هو القرصان اراجون، وان هو عمل كده عشان يخلي نامي شغال عنده لفتره اطول، وبتضايق نامي جدا لان كل اللي عملته راح، وبتفضل قاعده على الارض عماله تعيط وتطعن نفسها بالسكينه، ولكن لوفي بيمسك ايديها وبيوقفها عن طعن نفسها وبيقلع القبعه بتاعته وبيحطها على راسها وبيقول لها ان هو هيجيب لها حقها، وبيروح لوفي ومعاه زورو واسوب وسانج عشان يواجهوا القرصان اراجون، واول ما بيوصلوا هناك بيستدعي القرصان اراجون بقره عملاقه عشان تهاجم لوفي والطاقم بتاعه، ولكن لوفي بيمسك البقره العملاقه وبيضرب بها كل القرصان بتاعه اراجون وبيرميها في البحر، وبيستعد بعد كده لوفي والطاقم بتاعه عشان يواجهوا اراجون واللي بقى من الطاقم بتاعه، ولكن بيلاحظ لوفي ان رجليه بقت ثابته في الارض عن طريق الاسمنت ومش قادر انه يحركها، فبيستغل اراجون ان لوفي مش قادر يحرك رجله وبيضربه وبيرميه في البحر، وبيقع لوفي في البحر وبيكون مش عارف انه يخرج لان قطعه الاسمنت مربوطه في رجله، وبيحاول زورو والباقيين انهم ينقذوا لوفي، ولكن بيقف قدام القرصنه بتاعه ارجون، وبيكون لوفي في الميه على وشك انه يغرق، ولكن بتيجي نينجاكو والعمده بتاع المدينه
وبيقدروا انهم يحرروه ويطلعوه من المية. وبيطلع لوفي من المية وبيبدا انه يهاجم اراجون، وفي بدايه المعركه بيقدر لوفي انه يضرب اراجون ضربات قويه جدا، ولكن بيكتشف بعدها لوفي ان الضربات القويه اللي ضربها الارجون ما سببتش الارجون غير ضرر بسيط، وبيتضح ان اراجون عشان كائن برمائي ما بيتاثرش بالضربات البسيطه اللي زي دي. وبيبدا اراجون بعد كده انه يهاجم لوفي، فبيخاف لوفي وبيطلع يجري منه. واثناء ما لوفي بيهرب من اراجون بيدخل اوضه غريبه، واللي بيتضح انها الاوضه بتاعت نامي واللي بترسم فيها كل الخرايط لاراجون. بيقول اراجون للوفي ان هو استغل نامي طول السنين اللي فاتت وهيفضل يستغلها الاثنين اكتر قدام، ان هو اللي خلاها ترسم له كل الخرايط ديت، وان هو كان وعدها ان هو هيحرر القريه لو جابت له 100 مليون بيري، ولكن هو بيكذب عليها وان هو مش هيحرر القريه حتى لو ب 200 مليون بيري، وان نامي مجرد واحده شغاله عنده وهتفضل ترسم له الخرايط مدى الحياه. فبيتعصب لوفي جدا من اراجون وبيدمر كل المكان اللي موجود في الخرايط اللي رسمتها نامي عشان ما يخليش اراجون يستفاد باي خريطه. فبيتعصب اراجون وبيحاول انه يهاجم لوفي، ولكن لوفي بيمد رجله وبيضرب اراجون ضربه قويه جدا بتؤدي الى كسر المبنى عليه، وبيقع اراجون على الارض وبيكون مش قادر يتحرك. وبيقف لوفي قدام كل الموجودين وبيقول ان نامي هي عضو في الطاقم بتاعه، وبتبص نامي لوفي وبتفضل تعيط وبتوافق انها تنضم للطاقم بتاع لوفي. وفي نفس الوقت بيكون زورو وسانجي واسوب بيقدروا انهم يقضوا على القراصنه الباقيه من قراصنه ارجون، وبعدها بيمشي القراصنه بتاعت ارجون كلهم من الجزيره بعد ما اتهزموا، وبترجع الجزيره كلها حره. وبتودع نامي اختها واهالي الجزيره وبتركب مع لوفي السفينه وبتنطلق معاه كاحد اعضاء الطاقم بتاعه. وبنشوف بعدها ان تم وضع مكافاه 30 مليون بيري للي هيقدر انه يجيب راس لوفي. وبيتضح ان القوات البحريه بتحط لكل قرصان مبلغ معين، واللي هيقدر انه يجيب القرصان دوت هياخد المبلغ دوت. وبيكون لوفي والطاقم بتاعه بداوا انهم يتوجهوا للجراند لاين، ولكن قبل ما بيدخلوا مدينه الجراند لاين لازم انهم يقفوا في مدينه ليك تاوين، بدايه المدينه اللي اتولد فيها ملك القراصنه جولد روجر وكمان اللي اتعدم فيها. وبيوصل لوفي والطاقم بتاعه للمدينه وبينزلوا من السفينه وبيبداوا انهم يتجولوا فيها، وبيفضل كل واحد يشتري الحاجات اللي هو عايزها ويتسوق قبل ما يدخلوا الجراند لاين. وبيروح لوفي وبيشوف منصه الاعدام اللي اتعدم عليها جولد روجر وبيكون مبسوط جدا منها. واثناء ما لوفي واقف بيتم مهاجمته من القرصان باجا والقرصان الفيدا اللي قدرت انها تغير شكلها عن طريق فكه الشيطان اللي اكلتها، وبيحاول باجا والفيدا انهم يمسكوا لوفي ويقبضوا عليه لان هو هزمهم في اخر مره، ولكن بيظهر في الوقت دوت القائد سموكر وقوات المارينس وبيحاولوا انهم يقبضوا على باجا والقراصنه الباقيين، ولكن اول ما بيشوف لوفي ان قوات المارينس بتقبض على القراصنه بيطلع يجري وبياخد سانجي وزورو معاه، ويفضلوا يجروا لحد ما سموكر بيعترض طريق لوفي وبيقدر انه يمسك لوفي عن طريق قدره الدخان بتاعته لان هو واكل احد فكهات الشيطان اللي مخليه كل جسمه دخان. وبيفضل لوفي يحاول انه يهرب من سموكر او يضربه، ولكن سموكر ما كانش بيتاذى لان كل جسمه دخان. وبيكون سموكر على وشك انه يقبض على لوفي زي ما قبض على بقيه القراصنه، ولكن بيظهر شخص غريب وبيستخدم قدرته في الرياح وبيقدر انه يبعت سموكر عن لوفي، وبيقدر لوفي انه يفلت من سموكر وياخد بقيه الطاقم بتاعه ويركبوا كلهم السفينه ويهربوا. وبيتضايق سموكر جدا لان لوفي اول قرصان قدر انه يهرب منه. ومن الناحيه الثانيه بيكون لوفي بدا انه يستعد هو الطاقم بتاعه وبيحتفلوا بانهم خلاص على وشك انهم يدخلوا الجراند لاين، وبيقول نامي ان حسب الخرائط اللي معاه مش هيقدروا يدخلوا الجراند لاين الا لما يعدوا من الجبل المعكوس. وبيستعد الطاقم وبيطلعوا الجبل المعكوس، واول ما بيجي ينزلوا منه فبيلاقوا ان في حوت بيعترض طريقهم وبياكل السفينه كلها، وبيدخلوا كلهم جوه بطن الحوت. وبيستغربوا جدا لما بيلاقوا ان في جزيره موجوده جوه بطن الحوت. بيظهر من على الجزيره الشخص المسؤول عن الحوت ومسؤول عن الجزيره وهو السيد كروكس، واللي بيتخانق معاه لوفي والباقيين لان الحوت بتاعه اكلهم. وبيكون الحوت عمال يخبط نفسه في الجبل وكانه بيتعلم من حاجه، وبيكون في اتنين واقفين فوق الجبل وهم وونس دي ومستر ناين، واللي بيكونوا جايين عشان يقتلوا الحوت وياخدوه ياكلوه المدينه بتاعتهم، ولكن الحوت بيفضل يخبط في الجبل لحد ما بيقعوا هما الاتنين جوه بطن الحوت هما كمان. وبيطلعهم لوفي من الميه وبيحطهم على السفينه، وبيروح بعد كده الراجل العجوز وبيدي مسكن للحوت عشان يتوقف عن ضرب راسه في الجبل. وبيقعد بعد كده كروكس مع لوفي والباقيين وبيبدا يحكي لهم عن قصه الحوت، وبيقول لهم ان الحوت دوت اسمه لابون وان هو كان عنده اصدقاء من القراصنه، لابون كان جاي من جراند راين وان اصدقاء القراصنه كانوا خايفين ان هما ياخدوه للناحيه الثانيه من الجبل، وعلشان كده خلوه عند مدخل الجراند راين وراحوا هما للناحيه الثانيه من الجبل وقالوا له ان هما هيرجعوا عشان يطمنوا عليه. فضلوا سايبين كروكس معاه عشان يرعاه وبقالهم اكثر من 50 سنه ولسه ما رجعوش، وان لابون بيحاول انه يضرب الجبل فامل ان يكون اصدقائه واقفين ورا الجبل ويرجعوا له مره ثانيه. وبعد ما سمع لوفي قصه الحوت والباقيين دلهم كروكس على المخرج اللي هيخرجوا منه من بطن الحوت، واول ما بيخرج لوفي والطاقم بتاعه بيجري لوفي ناحيه الحوت وبيبدا ان هو يهاجمه، وبيفضل لوفي يتقاتل مع الحوت لحد ما بيتوقف القتال، وبيقول لوفي للحوت ان القتال بتاعهم لسه ما انتهاش وان هو يرجع مره ثانيه عشان يتقاتل معاه بعد ما ياخد رحله في البحر ويرجع. وبيرسم لوفي شعار السفينه بتاعته على وش الحوت وبيطلب منه انه ما يخبطش راسه في الجبل مره ثانيه، وبيكون لوفي عمل كده عشان يجدد الامل مره ثانيه للحوت ويخلي عنده امل عايش عشانه. وبعد كده بيقعد لوفي والطاقم بتاعه وبتلاحظ نامي ان البوصله بتاعتها مش شغاله، انها كده مش هتعرف تحدد الاتجاهات ومش هتعرف هم هيروحوا فين. فبيقول كروكس لنامي ان البوصله بتاعتها عاديه وانها مش هتشتغل في الجراند لاين لان الجراند لاين مليء بالمعادن ودوت اللي هيخلي البوصله ما تشتغلش كويس. وبيقول كروكس لنامي ان البوصله اللي تقدر انها تحدد الاتجاهات في الجراند لاين هي بوصله اللوبوس، وديت عباره عن بوصله بتقدر انها تحدد الاتجاهات عن طريق المجال
المغناطيسي وتوصلهم لكل الجزر الموجوده على الجريند لاين لحد ما يقدروا انهم يوصلوا لاخر جزيره. وبيديهم كروكس بوصله اللوبس اللي معاه كهديه ليهم لانهم ساعدوا الحوت. وبياخد لوفي البوصله وبيستعد عشان يتحرك، ولكن قبل ما بيتحرك لوفي بتطلب وينس داي ومستر ناين من لوفي ان هو ياخدهم للجزيره بتاعتهم لان البوصله اللي معاهم ضاعت ومش هيقدروا انهم يحددوا الاتجاهات ولا يوصلوا للجزيره بتاعتهم. وبيوافق لوفي انه ياخدهم معاه وبيقولوا ان قريه ويزبيك هي اول قريه هيزورها في الجريند لاين. وبيركبوا كلهم السفينه وبيبداوا يتحركوا في البحر لحد ما بيوصلوا للقريه. واول ما بيوصلوا هناك بتشكر وينس داي ومستر ناين لوفي لان هو وصلهم. وبيمشوا وبيسيبوا لوفي وبيدخل لوفي والطاقم بتاعه للجزيره. وبيتزل لوفي والطاقم بتاعه اول ما بيلاقوا ان اهالي الجزيره كلهم بيرحبوا بوصولهم. وبينزل لوفي والطاقم بتاعه من السفينه وبيقابلوا عمده الجزيره اجارنو، واللي بيقول لهم ان الجزيره معروفه بحبها للقراصنه وانها دايما بترحب باي قرصان يوصل هنا للجزيره. وبيقول لهم ان هم هيحتفلوا بوصولهم وبياخدهم لجوه الجزيره وبيبداوا انهم ياكلوا ويحتفلوا بوصولهم. وبيكون لوفي والطاقم كله فرحانين لان في استقبال زي كده للقراصنه. وبيفضلوا كلهم قاعدين يحتفلوا لحد ما الليل بيجي وبيناموا من كتر التعب. واول ما بيلاقي عمده المدينه اجارنو ان لوفي والطاقم بتاعه نام بيروح لمستر ناين وانس داي وبيقول لهم ان الخطه بتاعتهم تمت بنجاح وانهم هياخدوا لوفي والطاقم بتاعه ويسلموهم للحكومه وياخدوا الجائزه مقابلهم 30 مليون بيري. واثناء ما اجارنو بيتكلم مع وانس داي ومستر ناين واهالي المدينه بيظهر زورو وبيقطع الخطه بتاعتهم. وبيقول زورو ان هو عارف ان كان في حاجه غلط عشان كده كان عامل حسابه، وان هو عارف من ساعه ما شافهم انهم مش اشخاص عاديين اما هم مجرد صيادين قراصنه وشغالين في منظمه بارك لوكس. هو عارف ان كل شخص في المنظمه دي بيتنادى برقم معين وما بيتناداش باسمه الحقيقي، وكمان عارف ان قائد المنظمه ملقب بالرقم زيرو، وان المنظمه هدفها انها تقبض على القراصنه وتسلمهم للقوات البحريه وتاخد مقابلهم مبالغ كبيره. وبيستغرب اجارنو وكل الاشخاص اللي واقفين ان زورو عارف كل دوت، فبيقول لهم ان هو عارف كل دوت لانهم كانوا عايزين يضموا المنظمه ديت قبل كده، ولكنه رفض لان هو مش بيحب يعمل الخداع اللي هم بيعملوه. وبيدعي كل الاشخاص اللي موجوده ان زورو عارف خطتهم وبيقرروا انهم يقتلوه عشان يخفوا السر بتاعهم، ولكن زورو بيطلع السيف بتاعته وبينزل وبيبدا ان هو يهاجمهم ويقضي عليهم واحد ورا الثاني. وبيقدر زورو انه يوقع مستر ناين واجارنو ويقضي عليهم ويقضي على عدد كبير جدا من الصيادين. وبيحاول اجارنو انه يقوم مره ثانيه ويهاجم زورو، ولكن بيلاقي قدامه مستر فايف وميس فالنتينو اللي بيكونوا مبعوتين من المنظمه لانهم اكتشفوا ان في خاين موجود في المنظمه، وانهم جايين هنا عشان يقبضوا على الخاين بعد ما اكتشفوا ان الخاين هي فيفي اميره مملكه الاباستا واللي متنكره على هيئه ميس وانس داي. واول ما بيعرف اجارنو الهدف اللي جاي ليه مستر فايف بيحاول ان هو يهاجمه، لكن مستر فايف بيقدر انه يتصدى لكل ضرباته لان هو واكل احد فاكهات الشيطان اللي بتديله قوه المتفجرات. بيقدر مستر فايف ان هو يجي على اجارنو بكل سهوله، فبيزعق اجارنو فيفي وبيقولها انها تهرب قبل ما يقبضوا عليها. وبتركب فيفي البطه وبتحاول انها تهرب من مستر فايف ومساعدته ميس فالنتينو. بيفضل اجارنو يترجى زورو ويطلب منه ان هو يساعد فيفي وما يخليهمش يقبضوا عليها. بيرفض زورو لان هما كانوا هيقتلوه من شويه، ولكن بتظهر فجاه نامي اللي بتكون صحيت وعرفت كل حاجه وبتوافق ان هما يحموا فيفي، ولكن بشرط ان هما يدوها مبلغ هي والطاقم بتاعها مقابل حمايتها. بيوافق اجارنو لان هو مبقاش قدامه حل غير كده. وبيروح زورو ونامي وبيبداوا انهم يحموا فيفي من مستر فايف وميس فالنتينو. وفي الوقت ده بيصحى لوفي من الاغماء اللي هو فيه وبيلاقي ان كل اهالي المدينه مغمى عليهم ومتصابين اصابات خطيره. فبيفضل لوفي صارخ لان كل اهالي المدينه حصل لهم كده وهو نايم، وبيسال واحد منهم هو مين اللي عمل فيكم كده، فبيقول له الشخص ان زورو هو اللي عمل كده. فبيتضايق لوفي جدا لان زورو اتعامل مع اهل المدينه بالقسوه وبيروح عشان يضرب زورو. بيوصل فعلا لوفي زورو وبيبدا انه يوجه له الضربات، وبيتعصب زورو جدا لان لوفي بيحاولوا انه يهاجمه وبيبدا انه يتقاتل معاه. وبيفضلوا هما الاثنين يضربوا بعضهم ضربات قويه جدا وبيجرحوا بعضهم بجروح خطيره. وبيحاول مستر فايف وميس فالنتينو انهم يتدخلوا في القتال اللي بين زورو ولوفي، ولكن زورو ولوفي بيقضوا عليهم وبيرجعوا يكملوا القتال مع بعضيهم. وبيفضل زورو ولوفي يقاتلوا بعضيهم لحد ما بتيجي نامي وبتضربوا هما الاثنين وبتوقفهم عن القتال. بعد كده بتشرح نامي كل اللي حصل للوفي وهو نايم، وبيعرف لوفي ان هو غلطان وبيعتذر من زورو. بعدها بيروح لوفي وزورو ونامي وبيقعدوا مع فيفي اللي بتحكي لهم على القصه بتاعتها، وبتقول لهم انها اميره مملكه الاباستا وان اجارنا هو قائد الحرس بتاعها، وان مملكتها على وشك انها تخوض حرب اهليه بسبب تدخل منظمه بارك لوكس، وانها كانت عايزه تعرف هدف المنظمه من تدخلها في المملكه، فقررت انها تتنكر هي والمساعد بتاعها اجارنا ويدخلوا المنظمه. وفعلا قدروا انهم يدخلوا المنظمه وعرفوا كل حاجه، وان هدف كروكوداي قائد المنظمه الملقب بمستر زيرو ان يستولي على مملكه الاباستا. بتقول لهم ان كروكودال شخص مش سهل جدا لان هو عضو في الشيتش بوكاي، دولت عباره عن قراصنه بيساعدوا جنود البحريه وبيقبضوا على القراصنه التانيين وبيسلموهم ليها. وبعد ما بيعرف لوفي والباقيين كل اللي حصل مع فيفي بيتاجوا بظهور دب صغير ومعاه طائر. بيتضح ان الدب والطائر دوت عضو في منظمه البارك لوكس، وان هم جواسيس، ان هم بيرصدوا اي شخص بيحاولوا انه يتكلم عن القائد او يعرف هويته الحقيقيه. ولان لوفي والباقيين عرفوا حقيقه مستر زيرو قائد المنظمه، بيرسم الدب شكلهم كلهم وبيركب على الطائر وبيهرب علشان يودي رسمته للمنظمه، وكده هم كمان مطاردين من المنظمه. وبتزعل نامي جدا لانها مش عايزه تبقى مطارده من اي شخص، ولكن لوفي بيقول لها ان هم قراصنه ولازم يكونوا مطاردين من كل الناس. بيقول لوفي بما انهم اتورطوا في الموضوع دوت فانهم هيساعدوا فيفي عشان توصل لمملكه الاباستا بتاعتها، وبيحطوا كلهم خطه عشان
يوصلوا للمملكة، وبيقول أجرنا إن هو هيشتت المنظمة عقبال ما هم يركبوا السفينة ويتوجهوا من الناحية التانية. وبتبدأ الخطة وبيركب أجرنا السفينة عشان يمشي قدامهم ويشتت المنظمة، ولكن فجأة السفينة بتاعتهم بتنفجر بدون تدخل أي حد. وأول ما بيشوف لوفي والطاقم الانفجار بيجروا كلهم ناحية السفينة بتاعتهم عشان يركبوا ويتحركوا من الجزيرة، وبيركبوا كلهم فعلا السفينة وبيستعدوا عشان يتحركوا. ولكن فجأة بتظهر بنت غريبة في السفينة وبتقول لهم إنها كانت مستنياهم. وأول ما بتشوف فيفي البنت دي بتناجيها بميس أولسان دي، بتقول فيفي إن ميس أولسان دي هي نائبة قائد المنظمة كروكودايل، وإنها الوحيدة اللي تعرف بحقيقة كروكودايل الحقيقية الملقب بمستر زيرو، وإنها عرفتها علشان كانت بتراقبها عشان تعرف كل المعلومات اللي هي عايزة تعرفها. فبتقول ميس أولسان دي لفيفي إنها اللي خليتها تعرف كل المعلومات ديت، وإنها كانت عارفة إنها بتراقبها، وكانت عارفة كمان إنها أميرة ألاباستا وعارفة هدفها من دخول المنظمة، وإنها اللي بلغت عنها المنظمة وفجرت السفينة بتاعت أجارنو. وأول ما بيعرف لوفي والباقيين إنها اللي فجرت السفينة بتاعت أجارنو بيحاولوا إنهم يهاجموها، ولكن ميس أولسان دي بتوقعهم كلهم على الأرض من غير ما تتحرك من مكانها، لأنها عندها قوة فاكهة الشيطان اللي بتخليها تتحكم في الحاجات عن بعد. وبتقول ميس أولسان دي إنها مش جاية هنا عشان تتقاتل معاهم، وبتدي لنامي بوصلة، وبتقول لهم إن البوصلة دي هتدلكم مملكة ألاباستا مباشرة بدل البوصلة اللي معاكم، لأن البوصلة اللي معاكم لسه ما حددتش الاتجاهات وهتفضل توديكم لجزر مختلفة لحد ما توصلوا مملكة ألاباستا. وبيستغرب كل الطاقم لأن ميس أولسان دي بتحاول إنها تساعدهم ومش عارفين إذا كان هي في صفهم ولا في صف المنظمة. وبياخد لوفي البوصلة بتاعت ميس أولسان دي وبيكسرها وبيقول لها إن مش هي اللي هتحدد وجهة السفينة بتاعته، وبيتصدم كل الموجودين لأن البوصلة ديت هي اللي كانت هتوصلهم. ولكن لوفي بيقول لهم إن هو مش مهتم إذا كانت هتوصلهم ولا لأ، وإن هو هيخوض البحار كلها لحد ما يوصل. وبتقول ميس أولسان دي لوفي والطاقم بتاعه إنها عايزة تلتقي بيهم تاني في مملكة ألاباستا لو قدروا إنهم يوصلوا لها. وبتمشي ميس أولسان دي وبيقعد لوفي والطاقم بتاعه عشان يحددوا إزاي هيوصلوا لمملكة ألاباستا. وبتقول نامي إن البوصلة بتاعتهم محددة لهم جزيرة ليتل جاردن، وديت الوحيدة اللي يقدروا يوصلوا لها دلوقتي، وإنهم هيضطروا إنهم يروحوها عشان يحددوا مكانها اتجاه مملكة ألاباستا. وبيستعد لوفي والطاقم بتاعه عشان يتوجهوا لجزيرة ليتل جاردن، الجزيرة الملقبة بما قبل العصور. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا بقية حكاية لوفي.